لنا كواليس مران اليوم، وهو المران الأخير استعدادا لمباراة الغد أمام الإسماعيلي بإذن الله تعالى. لجنة الحكام أسندت المباراة للكابتن محمود البنا الحكم الدولي أن هو يكون حكم هذه المباراة، وهيعاونه سمير جمال وهاني خيري، ومحمد سلامة هيكون حكما رابعا. نتمنى لهم كل التوفيق في مواجهة هتكون قوية وصعبة بكل تأكيد.